اولا مبروك علينا الفوز هذا اللي ميساج يعطينا واحد الاريحيه اكثر، يعطينا واحد الكونفيونس اكثر. رجع المباراه الحمد لله يعني قدرنا نديروا جميع زعما الطرق باش نوصلوا للهدف باش نديو قروكم اليوم. داكشي اللي تاثر علينا كنتمنى ان شاء الله نكملوا في مسار ديال النتائج الايجابيه ان شاء الله وفي التطور باش في المباريات القادمه نكون احسن. وبالفعل كي شفتي المباراه ما كانت سهله امام فريق اللي شاو ما خصوش يخسر، دونك كيلعب جميع الحظوظ ديالو. حتى حنا في دورنا قدرنا نديروا المباراه كيف قلتي بريمير ميطو ما قدرناش، ما عرفناوش غتحل المباراه. قدرنا نكملوا، قدرنا نسيستيو باش نوصلوا للادفيرسير. الحمد لله تاثرنا الهدف اللي غالي 3 بوان اللي غاليه في هذا الوقت هذا. دونك كيف قلتي العياء صراحه كاين العياء، كاين تراكم ديال المباريات. كنتمنوا ان شاء الله يكون كلشي واجد، لا لاعبين اللي جميع الفيكشيف يكون واجد ان شاء الله باش يدخل يقضي كيف كنقولوا. ونتمنى ان شاء الله نتمنى نكملوا في هذا المسار ديال النتيجه ان شاء الله.